وينضم الينا في الاستوديو رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو دي السيد رائد الخضر. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا. بدايه، هناك حديث عن اقتراب ذروه التشديد النقدي على مستوى الولايات المتحده، لكن جانيت يلين في ذات الوقت وخلال زيارتها للصين اشارت لمستويات تضخم مرتفعه، بالتالي كيف سيكون شكل قرار الفيدرالي الامريكي في ظل هذه التصريحات والمعطيات؟ يعني نحن نتوقع قراءة التضخم يوم الأربعاء غدا ستصدر، والتوقعات تشير إلى أنه ينخفض التضخم إلى 3.1% بقراءته السنوية بالمقارنة مع القراءة السابقة 4%، وذلك يعتبر تقدم كبير جدا إذا ما جاءت القراءة قريبة من التوقعات أو أقل منها حتى باستهداف المستويات 2% التي تعتبر هي المستويات التضخم المستهدفة. أعتقد ينتظر الفيدرالي ليرى كيف يتفاعل مستوى التضخم مع أسعار الفائدة الحالية. حتى الآن احتمالية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في اجتماع شهر يوليو هي أكثر من 80%، وذلك يرجع إلى أنه التضخم لا يزال بعيد نسبيا عن المستهدفات، بالتالي الضغط على السياسة النقدية بالاتجاه تشديد أسعار الفائدة أو رفعات بأسعار الفائدة لا يزال قائم طالما التضخم لم يصل إلى المستهدفات، وهذا ما سمعناه من محضر اجتماع الفيدرالي الأخير. وجيروم باول رئيس الفيدرالي صرح بذلك أكثر من مرة أن المستهدفات هي وصول التضخم إلى 2%. كما ذكرت مستويات التضخم في 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 منحنى متراجع في على مستوى 3.5% تقريبا، اذا ما اتضحت الصوره بشان خطوات الفيدرالي الامريكي بانها ستكون اقل تشديدا، هل سنرى برايك الذهب يتجه لمستويات ال 2000 دولار من جديد ومتى؟ يعني اعتقد الذهب ممكن هو في الفتره الحاليه تداول في منطقه عرضيه مائل للهبوط أكثر، يوجد ضغط أكبر. نحن سبب الارتفاعات الذهب الأخيرة أنه عم نشوف الدولار عند أدنى مستوياته في شهرين تقريبا بنتيجة التصريحات الأعضاء الفيدرالي، والتي استشفت منها الأسواق أنه ممكن ما يكون في توجه كبير لرفعات أسعار الفائدة، ولكن أعتقد الأساسيات لا تزال موجودة، لا يزال التضخم بعيد عن المستهدف أو خلينا نقول مرتفع عن المستهدف بالضعف. في نفس الوقت كذلك الأمر رفع أسعار الفائدة قائمة، بالتالي مستويات أدنى لأسعار الذهب متوقع على المدى القصير إلى المتوسط، وممكن أن نشوفه تحت 1900 قبل أن يبدأ رحلة الصعود. مجرد أن ينتهي عملية تشديد السياسة النقدية ويتم إعلان ذلك رسميا، أعتقد الذهب سيبدأ مشوار الصعود، لأنه المخاوف من الركود الاقتصادي عند أسعار الفائدة المرتفعة تصبح أكبر بكثير، وذلك سوف يقلل من قوة الدولار الأمريكي إجمالا أمام معظم السلع والنظراء من العملات. أنتقل للحديث عن ملف النفط، تحديدا توقعات وكالة الطاقة الدولية بحدوث شح بالمعروض بالنصف الثاني، إضافة لتدخل الصين في سوق العقارات، وهو ما أعطى إشارات إيجابية للطلب على النفط. برأيك هل سنرى النفط عند مستويات 90 دولار من جديد في النصف الثاني؟ 90 دولار اعتقد هي مستويات ممكنه، وقد يصل اليها تصل اليها اسعار النفط بشكل سريع جدا. نحن عم نشوف الان النفط دبليو تي اي عند 73، وتقريبا البرنت اعتقد قريب 78 دولار للبرميل. مستويات ال 90 هي يعني قريبه، ولكن في عندي العديد من العوامل التي ساعدت على دفع اسعار النفط بالاتجاه الصاعد. اولا الدولار الامريكي المنخفض في الفتره الحاليه، ومثل ما ذكرنا هو عند ادنى مستوى في شهرين. ثانيا اللي هو أوبك بلس ومعطياتها التي سببت بانخفاض بالمعروض النفطي وتعهدات روسيا والسعودية بتقليصات أكبر في الانتاج، ذلك يأتي في في النصف الثاني النصف الثاني من العام الحالي، واللي هو متوقع أن يكون فيه الطلب أكبر بكثير. فعندي انخفاض بالمعروض وارتفاع في نفس الوقت بالطلب متوقع في الفترة القادمة سيدعم بلا شك أسعار النفط لمستويات أعلى. نعم. اتضحت الصورة السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيو تي. شكرا لك. شكرا عبد العزيز.